غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمحيط مطار بيروت. ميقاتي يطالب بالعمل على وقف العدوان الإسرائيلي، وغوتريش يعرب عن قلقه من التصعيد في لبنان. وإقبال كبير من المواطنين على منافذ مبادرة مؤسسة حياة كريمة لتوفير اللحوم والدواجن بأعلى جودة وأقل سعر. نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، مشاهدينا أهلا بكم، والبداية مع الزميلة هاجر سليمان. هاجر إليك، تفضلي. أهلا بك. شكرا سوزان، أهلا بك ومشاهدينا، تحية طيبة. البداية مع التطورات في لبنان. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر أمني بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة بمحيط مطار بيروت، بينما أفاد المصدر الأمني لوكالة رويترز أن الضربة الإسرائيلية أصابت منطقة أعلى أو على بعد 500 متر من مبنى مطار بيروت. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت على علو منخفض. وأشارت الوكالة إلى شن طيران الاحتلال لغارات على عدد من البلدات على المنطقة الحدودية الفاصلة بين قضاء الهرمل وسوريا. أعلن الدفاع المدني اللبناني انتشال جثامين 5 شهداء و4 مصابين من تحت الأنقاض في منطقة الشياح جراء غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما أعلن في بيان انتشال عدد من جثامين الشهداء وإنقاذ عدد من المصابين من موقع الغارة الإسرائيلية بضاحية بيروت. وأكد الدفاع المدني اللبناني العمل على تأمين المياه إلى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق، كما أكد اندلاع نيران في أحد المباني السكنية بالعاصمة جراء الغارات الإسرائيلية. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طيران الاحتلال شن غارة استهدفت قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان، مشيرة إلى ورود معلومات حول وقوع عدد من الإصابات. كما أفادت الوكالة بأن الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على بلدة بلاط بقضاء مرجعيون، فيما استهدف غارة أخرى بلدة الخيام ومحيط الجسر العربي في شتورة. وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى تجدد الغارات على قرى قضاء صور ومجدل زون والمنصوري بجنوب لبنان. أعلن مجلس الوزراء اللبناني الحداد الرسمية لمدة 3 أيام بداية من الاثنين بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وخلال ترأسه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء لبحث آخر التطورات، طلب رئيس الحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجددا بالعمل على وقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، داعيا اللبنانيين إلى توحيد الصفوف لردع العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الخطر يهدد لبنان ولا يميز بين فريق وآخر.
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش عن قلقه إزاء التصعيد الذي شهده لبنان، وعقب إعلان حزب الله اغتيال أمينه العام حسن نصر الله في قصف إسرائيلي، قال غوتريش إن لبنان يشهد تصعيدا دراماتيكيا، مشددا على أن العنف في لبنان يجب أن يتوقف بشكل فوري. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه وجه وزير دفاعه لويد أوستن بتعزيز الموقف الدفاعي للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وذلك للحد من خطر اندلاع حرب أوسع نطاقا. وأكد بايدن أن هدف بلاده هو خفض التصعيد في الصراعات الحالية سواء في غزة أو لبنان من خلال الوسائل الدبلوماسية. أعلنت وزارة الخارجية الروسية إدانتها الشديدة لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ودعت الخارجية الروسية إسرائيل إلى وقف الأعمال العدائية على الفور، محملة تل أبيب المسؤولية الكاملة عن التصعيد. أعلنت ألمانيا أنها ستجلي عائلات دبلوماسيها وتقلص عدد الموظفين في بعثاتها في إسرائيل ولبنان والضفة الغربية. من جانبها قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد تكون له تداعيات سلبية على أمن إسرائيل، لافتة إلى أن الوضع حاليا خطير للغاية وأن ما يحدث يهدد بزعزعة الاستقرار في لبنان بأكمله. وشددت على أن زعزعة الاستقرار في لبنان لا يصب بأي حال من الأحوال في مصلحة أمن إسرائيل. أمرت وزارة الخارجية الأمريكية بمغادرة عائلات موظفي سفارتها في لبنان بسبب الوضع الأمني المضطرب. كما حثت الخارجية المواطنين الأمريكيين على مغادرة لبنان ما دامت الخيارات التجارية متاحة. دعت الكويت مواطنيها لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري في ظل تكثيف العدوان الإسرائيلي. وأهب بيان لوزارة الخارجية بجميع المواطنين الكويتيين المتواجدين في لبنان بمغادرة أراضيها بشكل فوري. أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري أن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أدخل لبنان والمنطقة في مرحلة عنف جديدة. وأضاف الحريري أن الوحدة والتضامن هما الأساس خلال هذه المرحلة البالغة، مؤكدا أن لبنان يبقى فوق الجميع وأن تخفيف معاناة الشعب اللبناني أولوية وطنية. دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى وقف فوري لإطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل. كما شدد لامي على أن أولويات بريطانيا تتمثل في التوصل إلى حل سياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 1701 الداعي إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان ووضع نهاية للحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان. أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن وضع مواطني بلادها على الأراضي اللبنانية سواء جنودا أو مدنيين لم يظهر اختلافا عما كان عليه في الأيام الأخيرة على الرغم من الوضع الذي وصفته بالمأساوي. وأوضحت ميلوني أن إيطاليا تؤكد على ضرورة بذل كل جهد دبلوماسي من أجل إعادة فتح قنوات الحوار بين قوات الاحتلال وحزب الله، وذلك تماشيا مع الموقف الذي تمسكت به حتى الآن. طالب وزير الخارجية الصيني وانغ يي بوقف شامل لإطلاق النار في الشرق الأوسط دون تأخير. وأضاف وزير الخارجية الصيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين يظل هو السبيل لنزع فتيل التوتر في المنطقة.
دعت وزارة الخارجية الفرنسية إسرائيل للتوقف الفوري عن قصف لبنان، وأكدت الخارجية الفرنسية إدانتها أي عمل عشوائي ضد المدنيين، مشددة على معارضتها أي عملية برية إسرائيلية في لبنان. أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض سقوط 1640 شهيدا و 8408 مصابين جراء عدوان الاحتلال على البلاد منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن. كما أكد وزير الصحة اللبناني عدم خروج أي مستشفى عن الخدمة حتى الآن، موضحا أن الوزارة عملت على إخلاء ونقل المرضى من المستشفيات التي تقع في المناطق المستهدفة إلى مستشفيات أخرى، وذلك لتخفيف العبء عنها. استهدفت موجة جديدة من الضربات الجوية الإسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت مع تكثيف إسرائيل هجماتها في المقابل، دوت صافرات الإنذار في عشرات المدن الإسرائيلية جراء قصف من لبنان. غارات متواصلة ومكثفة يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت في تصعيد مستمر لهجماته على لبنان. ضربات عنيفة نفذها الاحتلال هي الأقوى منذ عام 2006، كما واصل قصفه واستهداف مواقع في الجنوب والبقاع شرق لبنان بسلسلة من الغارات خلفت نيرانا ضخمة وأعمدة دخان انبعثت من أحياء عدة في المنطقة. الغارة على الضاحية الجنوبية أحدثت دويا هائلا تردد صداه في بيروت ومحيطها وأثار حالة من الرعب والهلع لدى السكان، كما تركت دمارا هائلا في منطقة تعج بالأبنية السكنية وتسببت بحفر ضخمة يصل قطرها إلى 5 أمتار وفق ما أفادت وسائل إعلام. في المقابل قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ على منطقة الجليل الأعلى واعترض عددا منها. هذا ودوت صفارات الإنذار في عشرات المدن الإسرائيلية. مئات العائلات فرت بشكل عاجل خلال الليل من الضاحية الجنوبية على وقع الغارات بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات لسكان بعض أحياء الضاحية بالإخلاء. من جانبها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن مستشفيات الضاحية الجنوبية ستجلي مرضاها، ودعت في بيان مستشفيات بيروت وجبل لبنان والمناطق غير المتضررة من العدوان الإسرائيلي إلى التوقف حتى نهاية الأسبوع القادم عن استقبال الحالات غير. ومشاهدينا وردنا الآن هذا الخبر العاجل، حيث أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل للبنان ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة ورفضها المساس بأمنه واستقراره أو سيادته ووحدة أراضيه، مشددا على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، ومنوها في هذا الصدد إلى أن عدم اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري تضامنا مع شعبه الشقيق، ومؤكدا استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة. ومن جانبه ثمن رئيس الوزراء اللبناني الموقف المصري الداعم لبلاده وللدولة اللبنانية، مستعرضا نتائج الاتصالات التي تجريها الحكومة اللبنانية لاحتواء الموقف، ومشيدا في ذلك السياق بالدور الذي تقوم به مصر لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
مشاهدينا، وردنا الآن هذا الخبر العاجل، حيث أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل للبنان ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه، مشددا على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، ومنوها في هذا الصدد إلى أن عدم اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري تضامنا مع شعبه الشقيق، ومؤكدا استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة. ومن جانبه ثمن رئيس الوزراء اللبناني الموقف المصري الداعم لبلاده وللدولة اللبنانية، مستعرضا نتائج الاتصالات التي تجريها الحكومة اللبنانية لاحتواء الموقف، ومشيدا في ذلك السياق بالدور الذي تقوم به مصر لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. مشاهدينا، نعيد على حضراتكم هذا الخبر العاجل، حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل للبنان ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه، مشددا على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم إطلاق النار بكل من لبنان وغزة، ومنوها في هذا الصدد إلى أن عدم اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري تضامنا مع شعبه الشقيق، ومؤكدا استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة. ومن جانبه ثمن رئيس الوزراء اللبناني الموقف المصري الداعم لبلاده وللدولة اللبنانية، مستعرضا نتائج الاتصالات التي تجريها الحكومة اللبنانية لاحتواء الموقف، ومشيدا في ذلك السياق بالدور الذي تقوم به مصر لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. نعيد على حضراتكم مشاهدين هذا الخبر العاجل، حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل للبنان وقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه، مشددا على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، ومنوها في هذا الصدد إلى أن عدم اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري تضامنا مع شعبه الشقيق، ومؤكدا استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة. ومن جانبه ثمن رئيس الوزراء اللبناني الموقف المصري الداعم لبلاده وللدولة اللبنانية، مستعرضا نتائج الاتصالات التي تجريها الحكومة اللبنانية لاحتواء الموقف، ومشيدا في ذلك السياق بالدور الذي تقوم به مصر لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وللمزيد ينضم إلينا
هاتفيا الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام. أستاذ أشرف بعد التحية، يعني كيف ترى في ظل الأحداث الراهنة دور مصر الفعال لاستعادة الأمن في المنطقة، حيث وجه سيادة الرئيس السيسي عاجلا بإرسال المساعدات الطبية للبنان؟ دعينا بداية نؤكد ونسمن هذه الخطوة المصرية في ظل الأوضاع القاسية وبلغة القسوة التي واجهها الإخوة الأشقاء في لبنان على مدار 10 أيام، والتي بلغت ذروتها في اعتداءات إسرائيلية تأثيرة طيلة الأيام العشرة الماضية، بما أدى إلى مقتل الغالبية العظمى من المدنيين اللبنانيين في الضحية وفي جنوب لبنان. كل تأكيد هذا الاتصال الهاتفي، وتلك أيضا المواقف المصرية التي عبر عنها الرئيس التحديثي تصب في خانة الدور الريادي والمحوري للدولة المصرية في مساندة الأشقاء في لبنان، كما فعلت تفعل على مدار الساعة منذ غزو أو منذ الحرب الإبادة التي شنها إسرائيل على قطاع غزة. وهذا يعتبر وينسحب انسجاما مع الدور والمواقف المصرية الرائدة باعتبارها أنها تشكل ركيزة استقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم العربي، مما استمتع به مصر من حضور وأيضا قوة تمركز وتموضع في الإقليم من خلال مؤهلات ومقومات القوى والحضور على المستوى السياسي والأمني وأيضا الدبلوماسي. وبالتالي هذه الرسالة وهذا الاتصال يصب في خانة مساندة مصر ووقوفها بجانب الأشقاء في لبنان وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم سياسيا من خلال تواصل الدور المصري باتصال مع كل الأطراف الدولية لإمكانية تنفيذ أو على الأقل مد يد العون لإمكانية التعاطي مع تفاصيل طرح ما يعرف به جهود تهدئة في لبنان من خلال تنفيذ القرار 1701، وفي نفس الوقت أيضا ضمان الحماية والأمن والاستقرار للشعب اللبناني وإمكانيات المساهمة المصرية بما لديها من دور رياضي وقيادة على المستوى الإقليمي والدولي عبر مروحة الاتصالات والحضور المصري في الإقليم وعلى المستوى الدولي، تعاون مع الأطراف الدولية سواء فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي إمكانيات أن يكون هناك تحرك في الساعات وفي الأيام القادمة، إمكانية وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانصات الشعب اللبناني من براثن الاعتداءات الإسرائيلية السافرة، وفي نفس الوقت توفير ضمانة الأمن والاستقرار فيما يتعلق بوقف نزيف الدماء من قبل الاعتداءات الإسرائيلية. وفي نفس الوقت على المحور الثاني أيضا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوجيه كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية للشعب اللبناني من خلال توفير كل استحقاقات التعاطي فيما يتعلق بتفاصيل المعاناة الإغاثية الطبية والإنسانية على وجه السرعة، أملا في تخفيف من حجم المعاناة التي يتعرض لها الأشقاء في لبنان جراء الاعتداءات الإسرائيلية على مدار 10 أيام، وأن الدولة المصرية توفر كافة استحقاقات الدعم في هذا المجال. فأعتقد أن هذا الأمر لديه من القوة والحضور على المستوى المصري والعربي، ويؤدي لأن يكون هناك لفت للمجتمع الدولي بدورة أن يكون هناك تكاتف وتوفير مظلة حضور على المستويات السياسية والأمنية وأيضا الإغاثية للشعب اللبناني في المرحلة الحالية والمستقبل القريب. أستاذ أشرف، يعني على ذكر قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 1701 والداعي إلى وقف كامل العمليات القتالية في لبنان وأيضا وضع نهاية للحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان، يعني شدد الرئيس السيسي خلال الاتصال على ضرورة أن يطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته وهي ضرورة مجتمعية حتمية، وأيضا دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى وقف فوري لإطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل. يعني كيف ترى دور المجتمع الدولي لوقف هذه الحرب ووقف نزيف الدم؟ كل تأكيد أنا أحيلك للموقف المصري منذ اللحظة الأولى لاندلاء أحداث غزة في 8 أكتوبر، كانت القاهرة سباقة ورائدة، لديها كثير من الرؤى والأفكار والطروحات وأيضا الصياغات والمقاربات تصب في خلال دورة وقف إطلاق النار في غزة ودورة أن يكون هناك بالفعل الإسراع بوقف آلة الحرب العسكرية الإسرائيلية خشية أن يندلع تطورات المشهد بتفاصيله المؤذية في منطقة الشرق الأوسط. وهذا كان على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من إطلالة وأكثر من اجتماع وأكثر من قمة في الإقليم وحتى على مستوى الدولة طيلة 11 شهر الماضية، عندما قال وحذر أن الإقليم سوف يتعرض لحرب موسعة ما لم يكن هناك تحكيم للعقل والحكمة والرشادة السياسية، وأن يكون هناك بالفعل وقف الاعتداءات الإسرائيلية في غزة باعتبار أن الحل الأمثل لوقف هذه الاعتداءات أن يكون هناك بالفعل وقف الاعتداء داخل أراضي قطاع غزة،
منعا لتصاعد وتوسع دائرة الصراع في الإقليم. أعتقد المجتمع الدولي مطالب الآن بالتعاطي والتجاوب مع المقاربة والطرح المصري منذ اللحظة الأولى، وأن يكون لديه درجة كبيرة من القوة والحضور لإمكانية الأخذ في الاعتبار أن تفاصيل ما حدث في لبنان هو انعكاس لتطورات الأوضاع السيئة في قطاع غزة على مدار 11 شهرا واقتربنا من العام الكامل حتى في الأيام القادمة. وبالتالي الكرة في الملعب الدولي لدى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن يتعاطوا مع الدول الرئيسية في الإقليم كمصر لإمكانية أن يكون هناك البحث في صياغات ومقاربات تلعب دورا كبيرا في وقف الاعتداءات في قطاع غزة أولا، اعتبار أن دور الوسيط المصري على مدار الشهور الماضية كان دور بناء ومثمر ولاعب جوهري وفعال في المشهد فيما يتعلق بإمكانية أن ينسحب هذا الوضع على وقف كافة الاعتداءات في الإقليم في المرحلة القادمة. صحيح. طيب سؤال أخير أستاذ أشرف، يعني التصعيد الكارثي للهجمات الإسرائيلية والذي ترك لبنان بمواجهة فترة هي الأكثر دموية منذ سنوات، يعني حيث تمتلئ المستشفيات بالشهداء والمصابين كما نرى، يعني في ظل هذا التصعيد الخطير للأحداث كيف ترى المشهد أو إلى أين سيصل المشهد؟ للأسف الشديد نحن ذاهبون إلى حرب موسعة تدعو لها إسرائيل. لدي بنك أهداف كل نصف ساعة يختلون كثير من الشخصيات في مستوى السياسي والعسكري من حزب الله، ولديهم رغبة في توسيع دائرة الحرب. حتى الأخبار الواردة من استقايف تصب في خانة أن هناك احتياح بري مرتقب لجنوب لبنان خلال الساعات القادمة. هذا أمر يشيء إلى أن هناك بالفعل رغبة من نتنياهو في جر المنطقة إلى حرب شاملة وإمكانية إحداث نوع من الملاقاة مواجهة إسرائيلية إيرانية في المرحلة القادمة. وبالتالي على المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي أن يتبصر لمثل هذه المخططات الإيرانية الإسرائيلية الخبيثة من نتنياهو لجر المنطقة في حرب شاملة أو موسعة تلعب دورا كبيرا في توفير عدم الاستقرار وربما جر المنطقة إلى سيناريوهات سيئة، وهذا يجب أن يضع في الاعتبار من الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن والمجتمع الغربي أملا في إبعاد شبح الحرب وتوفير استحقاقات الأمن والاستقرار في المنطقة ولو بشكل تدريجي في المرحلة الحالية خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن 17-01 وأيضا توفير ما يعرف الصفقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو حركة حماس عبر الوسيط المصري التعاون مع الجانب القطري والجانب الأمريكي. نعم أستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. الدعم المصري للبنان. ترتبط القاهرة وبيروت بعلاقات تاريخية وثيقة على جميع الأصعدة. مصر حريصة على تعزيز التعاون مع لبنان في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. حرص من القاهرة على تسهيل دخول الصادرات اللبنانية إلى السوق المصرية. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، مصر أرسلت سفينة محملة ب 300 طن من المساعدات لدعم لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت. الرئيس السيسي شارك عبر الفيديو كونفرنس في المؤتمر الدولي الثالث لدعم لبنان في أغسطس من عام 2021. الرئيس السيسي شدد على ثبات الدعم المصري لمؤسسات الدولة اللبنانية بما يحافظ على استقرار لبنان وأمن شعبه. الرئيس السيسي دعا كافة الأطراف للنأي بلبنان عن التجاذبات والصراعات الإقليمية. الرئيس السيسي أكد حرص مصر على توفير السلع الاستراتيجية ودعم البنية التحتية للبنان. مصر أجرت اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد في لبنان مؤخرا. مصر حذرت من تزايد وتيرة التصعيد بالمنطقة وتأثيراتها على أمن واستقرار لبنان. الدعم المصري للبنان.
للمزيد أيضا ينضم إلينا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. دكتور طارق، يعني بعد التحية، كما نتابع جميعا ويتابع العالم تطورات سريعة ومتلاحقة في الوضع في المنطقة بشكل عام وفي لبنان تحديدا نتحدث، ولكن في إطار المكالمة التي يعني وردت أخيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الحكومة اللبنانية، كيف تقيم دور وجهود الدولة المصرية في الوقوف إلى جانب الأشقاء وإلى جانب يعني كل دول المنطقة، وتحديدا نتحدث عن الوضع الكارثي والمأساوي الآن في لبنان؟ طبعا هذا الاتصال في هذا التوقيت بيؤكد موقف القيادة السياسية المصرية أو على أعلى مستوى الداعم في الوضع في لبنان والدعم الحكومة ودعم الدولة والشعب اللبناني بعيدا عن أي تقسيمات أخرى. حضرتك تعلمي أنه التواصل المصري مع الأشقاء اللبنانيين كان خلال فترات متعددة، وكانت هناك زيارات للمسؤولين، وتابع السيد الرئيس بنفسه مجريات الأمور داخل لبنان. الآن الأمور بتتطور بطبيعة الحال. هذا الاتصال من قبل السيد الرئيس تأكيد موقف مصر الداعم للدولة اللبنانية والشعب اللبناني والحفاظ على الأراضي اللبنانية من التدخلات الخارجية ومن الممارسات الإجرامية التي تقوم بها إسرائيل في هذا التوقيت، خصوصا وأن هناك سيناريوهات متعددة تشير إلى يعني انفتاح المشهد على مصراعي السيناريوهات. لا أريد أن أقول حضرتك سيناريوهات نظرية، لكنها سيناريوهات ربما تمضي في سياق ما يجري ويخطط له الآن في إسرائيل، ليس في استئناف الاغتيالات الميدانية والعسكرية بصورة غير مسبوقة في تاريخ المواجهات العربية الإسرائيلية، واستثمار طبعا لمناخ إقليمي ودولي بالإضافة إلى تواطؤ المجتمع الدولي فيما يجري، وتوظيف إسرائيل للأوضاع في الولايات المتحدة وانشغالها بموضوع الانتخابات الرئاسية، إضافة طبعا للخطاب الملون الموجه للجمهور الإسرائيلي بالأساس بصرف النظر عما يجري من مساعي للتهدئة هنا أو هناك، لأنه كانت هناك وساطات وكانت هناك تحركات مصرية في ملف غزة، على اعتبار أن ما تشاهدينه الآن حضرتك في لبنان وفي الإقليم سبب حرب غزة بالأساس. ارتدادات حرب غزة تعلن عن نفسها ليس فقط تجاه لبنان، ولكن فيما سيجري من متغيرات لم يسمع أحد للموقف المصري ولم يسمع أحد للنصائح المصرية في هذا الإطار، بمعنى أنه التأكيد على وقف إطلاق النار كان في غزة هو الذي سيوقف كل ما يجري ولا يعطي الذريعة لإسرائيل. إسرائيل استثمرت حضرتك المشهد صورة كبيرة، واستثمرت ما يجري الآن بالنسبة لموقف الولايات المتحدة، وبالتالي قامت بالمواجهة مع حزب الله. ننتقل تدريجيا إلى مواجهة إقليمية، لا نريد أن نقول أنها بدأت تلوح في الأفق، لكن هذا هو الواقع في ظل إطلاق الصواريخ خلال الساعات الأخيرة من اليمن على كيان دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي إذا اتسعت مجال المواجهة سيكون هناك طبعا سيناريوهات عديدة أخرى. بطبيعة الحال أعتقد أن المجتمع الدولي عليه أن يتدخل، مجلس الأمن، الجماعة العامة التي تباشر بهمة في هذا التوقيت، ومفارقة طبعا أن إسرائيل لم تكترث بهذا، وذهب رئيس وزرائهم رئيس وزراء دولة الاحتلال يهاجم الأمم المتحدة من منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة متهمها بأنها معادية للسامية، مفارقات كثيرة وإجراءات وتدابير غير مسبوقة في تاريخ المواجهة مع هذا الكيان، ربما سينذر بخطورة المشهد في الأيام المقبلة، خصوصا وأنه إسرائيل بدأت إجراءات وتدابير داخلية معناها أن إسرائيل ذاهبة إلى عمل عسكري ربما يكون تدريجي، لكن إقامة منطقة البافر زون في جنوب لبنان والانتقال تدريجيا لعملية برية غير مستبعد، لأنه كانت اليوم حضرتك قبل الإعلان عن العمليات الاغتيالات المتتالية لحسن نصر الله وبعض قيادات جهاز الاستخبارات الخاص بحزب الله، كانت هناك استدعاءات حتى ظهر اليوم في 4 ألوية وكتائب محددة ووحدات متخصصة ووحدات النخبة جولاني للعمل في مناطق الضفة وأيضا اتجاه لبنان، استعدادات عسكرية أستطيع أن أعددها لحضرتك منذ أمس. هذا معناه أن إسرائيل ذاهبة إلى عمل عسكري وليس فقط التهديد بهذا، استدعاء كتائب الاحتياطي رسائل مهمة. الأمر الآخر وهو الأهم هو الاستثمار في المشهد الدولي،
الأمريكي الفرنسي بطبيعة الحال الوساطة الأمريكية فشلت وأعطت طبعا الذريعة الإسرائيلي استكمال العمل العسكري. إسرائيل تتحدث حضرتك عن 6 جبهات حددها نتنياهو بأن هذه 6 جبهات تسمح له باستهداف اليمن، العراق، سوريا، لبنان. كل هذه مصالح عمليات إسرائيل حددتها بصورة كبيرة، وبالتالي هتبقى في يعني تحركات في مسارها عمليات خارج لبنان أيضا إذا تم التهديد بتوسع المواجهة. نعم. ودخلت جماعة الحوثيين على هذا الخط. إذن دكتور طارق، هذه النقطة تحديدا في ظل المتغيرات التي ذكرتها المتلاحقة والسريعة والخطيرة أيضا، يعني هذه المتغيرات تنذر ب يعني توسع قادم ربما يشمل ربوع المنطقة، وخصوصا في ظل استثمار إسرائيل أيضا كما ذكرت لعدم تطبيق أي قرارات رسمية أو دولية تخص الجهات الدولية، مجتمع دولي ومجلس الأمن وغيره. إذن يعني أين ترى مؤشر الصراع؟ إلى أين سينتشر وإلى أين سيصل في غضون الأيام أو ربما الشهور القادمة؟ يعني مسار ما يجري الآن من الواضح أنه يمضي في إطار من سيء إلى أسوأ، بمعنى أننا لا نبحث عن السيناريوهات الوردية أو السيناريوهات النظرية التي يمكن أن نتنبأ بها بالرد والرد المحتمل من جبهات الإسناد المختلفة. الهدف الاستراتيجي للتحركات الإسرائيلية هو فك الارتباط بين جبهات الإسناد وغزة، هذا أولا. ثانيا هو تحييد قدرات حزب الله بما لا يهدد أمن إسرائيل، وبطبيعة الحال استخدام القوى الممنهجة في تحييد هذه القدرات من خلال استهداف العناصر الميدانية والعناصر الاستخباراتية والمسؤولين عن إطلاق الصواريخ ومنظوماتها وغيره. واضح أنه بنك الأهداف لدى إسرائيل كان معدا سلفا، لأن عمليات الاغتيالات بهذه الصورة السريعة ويعني بتكشف عن خروقات أمنية واستخباراتية فادحة بالنسبة لحزب الله. الخطورة بقى، كل الخطورة، أن تنتقل إسرائيل من التعامل مع جبهات الإسناد للاشتباك المباشر مع إيران. ليس مستبعدا أن تقوم إسرائيل في هذا التوقيت بتوجيه ضربات على إيران، حتى لو كانت ضربات رمزية على المنشآت النووية، على بوشهر وأصفهان ونتانز وغيرها من المنشآت، حتى كما أشرت حضرتك لا تكون ضربات موجعة لكنها ضربات على الأرض الإيرانية بهدف إحراج النظام الإيراني ودفعه للتعامل. ليه؟ لأن هذه الفرصة حضرتك لن تتكرر لإسرائيل. لا يوجد رادع لإسرائيل سواء من قبل الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي، بالتالي إسرائيل تتحرك الآن لتأمين نفسها. سيقول نتنياهو قبل يوم 7 أكتوبر المقبل أنني نجحت، ويوجه رسالته للجمهور الإسرائيلي بالقيام بكل هذه الأعمال لمحاولة التشويش على إخفاق إسرائيل في الداخل. برغم كل ما يجري وبرغم الرسائل الموجهة كما يظن نتنياهو أنها موجهة للجمهور الإسرائيلي بأن إسرائيل استعادت قدرة الردع وغيره، إلا أنها في النهاية لا تزال تعاني حالة انقسام. أنت أمام شعبين في إسرائيل، شعب يريد استمرار المواجهات واستطلاعات الرأي تشير لهذا، وشعب آخر يريد إتمام الصفقة والتهدئة وأن تكون إسرائيل دولة مقبولة في الإقليم. حالة الانقسام هذه يغذيها بطبيعة الحال استمرار نتنياهو ومكونات الائتلاف، حيث لا تلوح في الأفق أي فرص للخيارات التهدئة أو ما إلى ذلك. في كل الأحوال نحن أمام دولة عدوانية تتبنى خيار العنف وتستمر فيه استثمارا لهذا الواقع الذي لن يتكرر أمام إسرائيل. بالمناسبة إدارة أمريكية متواطئة ومتخاذلة ولا تملك وسائل للتعامل مع المجتمع الدولي وتدعي قيادتها للنظام الدولي وهي غير قادرة على التعامل مع إسرائيل أو تضغط عليها. بالعكس تقدمت قوائم طردية، قوائم تحفيزية لإسرائيل، سواء كانت في 20 مليار دولار اللي وجهتها للحكومة الإسرائيلية لشراء الأسلحة والذخائر، واشترطت أن تستخدم بما لا يضر وضع المدنيين، حسن استخدامها في مسرح العمليات، ترانسليتد كده النص التكست الذي منح لإسرائيل. فلا نتوقع أن يكون للإدارة، ربما تحركات الفرنسية طبعا لخصوصية العلاقة بين فرنسا وبين لبنان مطروحة في هذا الإطار، لكن من الواضح أن الوساطة الفرنسية ضعيفة وغير مؤثرة ولا تمضي في اتجاه إسرائيل. وبالتالي أعتقد أنه الذي سيرضع إسرائيل في هذا التوقيت هو التحرك العربي المسؤول لنزع شرعية إسرائيل في المحافل الدولية، ومحاولة تقديم بيان للجمعية العامة
لإصدار قرار تحت صيغة متحدون من أجل السلام يكون له صفة الإلزام شأنه شأن قرار صادر من مجلس الأمن بتجنيد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية ونزع شرعيتها أمام المحاكم الدولية. هل هذه القرارات دكتور طارق وهذه الإجراءات الرادعة التي تتحدث عنها والبيانات، ربما أيضا نتحدث عن بيانات وتصريحات وقرارات عديدة يعني لم تكن سوى مجرد كلمات مكتوبة على ورق أو نطقت فقط، هل هذه القرارات والإجراءات الرادعة تستطيع فعلا أن تردع إسرائيل عما تقوم به الآن؟ يعني نتحدث دائما عن دور المجتمع المدني أو دور المجتمع الدولي بالإضافة إلى مجلس الأمن، لكن حتى الآن لم نجد يعني دور حقيقي لردع إسرائيل، فكيف ترى دور المجتمع المدني الدولي وأيضا مجلس الأمن بشكل فعلي لوقف هذه الحرب؟ هذه الإجراءات التي أشرت إليها تحتاج، هي ليست نظرية حضرتك إيسا، توفرت الإرادة السياسية الدولية يمكن أن تتعامل مع إسرائيل، لأن لأول مرة إسرائيل تقاضى أمام محكمة العدل الدولية، أمام المحكمة الجنائية لصدور مذكرات توقيف لمجرم الحرب. بالتالي إسرائيل تتخوف الآن من عملية نزع شرعيتها، لكن الأمر ليس سهلا. لكي تنقليه حضرتك نظريا إلى عمليا تحتاج إلى جهد دولي مكثف، ليس إجراءات رمزية، ولكن يحتاج إلى آليات وتدابير ورواضع دبلوماسية وسياسية، جهد دولي كبير لا يقتصر فقط على التحركات العربية. يعني وماذا ويعني ماذا تنتظر هذه المؤسسات لمزيد من الجهد الدولي الحقيقي لوقف هذه الدماء وهذه الحرب التي ستطال المنطقة كلها وربما العالم أيضا؟ لأنه هناك تأثيرات للوبي اليهودي، هباة كبرى من المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة وأفرحها في عديد من دول العالم، تحاول أن تنأى بإسرائيل عن كل هذا، وهي حائط صد أمام ما يجري في المنظمة الدولية وخارجها، وبالتالي هي من تعطل صدور القرار المحكمة الجنائية بشأن التعامل وإصدار مذكرة توقيف ضد نتنياهو وقادة الحرب، وهي من تقف أيضا في تعطيل ما يجري في محكمة العدل الدولية. السياسة حضرتك التي تحكم والإجراءات والتدابير اليهودية والمنظمات الدعاية والميديا اليهودية التي تخاطب الرأي العام والجمهور الأوروبي بالسردية الكبيرة، وهي من نصحت نتنياهو بالذهاب للجمعية العامة لإلقاء خطاب مليء بالأكاذيب والمغالطات لكي يقول لكي نترك الساحة لأي طرف عربي أو دولي أو إسلامي يدعو لهذا. وبالتالي إسرائيل الآن يعني لا أريد أن أقول محصنة من كل هذه الإجراءات، لكن تبقى الإجراءات والرواضع والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مهمة في هذا السياق. إذا نزعت شرعية إسرائيل دوليا وبدأنا إجراءات في هذا، إسرائيل ستصبح يا سيدي دولة معزولة في العالم، لا أحد يستطيع أن يتعامل مع الدبلوماسيين والسياسيين والسفارات والقنصليات في كل دول العالم. في إجراءات عديدة، في قانون دولي، لسنا في غابة سياسية حضرتك كما يتصور البعض، لكن هذه الأمور تحتاج إلى تولز، أدوات. بدون التولز أو الأدوات أو الآليات لن تكون هناك أدوات فاعلة، وستبقى ما ذكرته في إطار الأمور والإجراءات والتدابير النظرية. نعم دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. ومشاهدينا نعيد على حضراتكم هذا الخبر العاجل، حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل للبنان ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه، مشددا على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، ومنوها في هذا الصدد إلى أن عدم اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري تضامنا
مع شعبه الشقيق ومؤكدا استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة. ومن جانبه ثمن رئيس الوزراء اللبناني الموقف المصري الداعم لبلاده وللدولة اللبنانية، ومستعرضا نتائج الاتصالات التي تجريها الحكومة اللبنانية لاحتواء الموقف، ومشيدا في ذلك السياق بالدور الذي تقوم به مصر لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. الموقف المصري من التصعيد بالمنطقة. دعوات مصرية متكررة لبذل كل المساعي لمنع التصعيد في المنطقة. تحذيرات مصرية من الانزلاق نحو حرب إقليمية تنذر بعواقب وخيمة. مصر حذرت من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان. تأكيد مصري على الدعم الكامل والثابت لسيادة واستقرار لبنان. رفض مصري لأي انتهاكات للسيادة اللبنانية. مصر أكدت أهمية دعم لبنان وشعبه ومؤسساته وتجنيب ويلات الحرب. دعوات مصرية لتجنيب شعوب المنطقة تبعات اتساع رقعة الصراع. إنهاء الحرب في غزة ومنع امتدادها للبنان أولوية لمصر.
مصر لطالما أكدت ضرورة التوصل لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار في غزة. تأكيدات مصرية على ضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية بغزة. رؤية مصر تجاه مستقبل استقرار الشرق الأوسط تتأسس على إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية. إشادة دولية بالجهود المصرية الحثيثة لإقرار التهدئة في المنطقة وخفض التصعيد. الموقف المصري من التصعيد بالمنطقة. وينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال، يعني بعد التحية، وسط عجز وتنديد دولي على الأراضي اللبنانية تتكرر المأساة، مأساة غزة، ولكن في نفس الوقت يكون دور مصر الفعال في هذه الأزمة لا نستطيع أن ننكره، أو المجتمع الدولي لا يرى ماذا تفعل مصر، وخاصة في اتصال السيد الرئيس السيسي منذ قليل، والذي شدد فيه على ضرورة دعم الأشقاء اللبنانيين وإرسال المساعدات الطبية لهم. يعني كيف ترى دائما وأبدا دور مصر الفعال في هذه الحرب في المنطقة؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. الدور المصري حاضر لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي ودعم الأشقاء، سواء طبعا في النطاق الفلسطيني أو طبعا في الأوضاع أو فيما يتعلق بالأوضاع اللبنانية. الآن الدولة المصرية مساهم في إحلال السلام والاستقرار وداعم لاستقلال الدول والحفاظ على سيادتها، وبالتالي حفاظ على السيادة واستقرار الدول أمر لا نقاش فيه، والدولة المصرية طوال الوقت تحاول أن يعني تخفض من وتيرة الصراع في المنطقة وتساهم بجهد دبلوماسي وإنساني في إرساء السلام والاستقرار الإقليمي. وبالتالي كانت اتصال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برئيس الوزراء نجيب ميقاتي مؤكدا على هذه المعاني المهمة للغاية، سواء على الصعيد السياسي وفيما يتعلق بدعم لبنان ودعم أستاذ جمال. أستاذ جمال، يعني أتوقف مع سيادتك لننتقل الآن لمتابعة كلمة مصر أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. أتوجه إليكم من هذا المنبر، أتوجه إليكم من هذا المنبر الموقر في ظرف دقيق ووسط أزمات مركبة تعصف بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، حاملا رؤية مصر المتأصلة في التاريخ والمتوجهة صوب المستقبل، الرؤية التي عركت التحديات والحروب واتخذت السلام والعدل والعمل منهاجا لها لبناء إقليم وعالم يسعى الجميع بحرية وكرامة وعدالة. أخاطبكم باسم دولة مؤسسة للأمم المتحدة يدرك القاسي والداني دورها في بناء الجسور ونسج التوافقات والدفاع عن مصالح نطاقاتها العربية والإفريقية والنامية. إن إيماننا راسخ بأهمية الحفاظ على منظومة فعالة متعددة الأطراف لبناء علاقات دولية مستقرة قائمة على احترام القانون الدولي ونشر السلام والتعاون. من هذا المنطلق نجد لزاما علينا أن ندق ناقوس الخطر في الظرف الدولي الراهن، فالمنظومة الدولية التي تأسست منذ ما يقرب من 8 عقود باتت تواجه خللا جوهريا قد يفضي لتآكلها ويهدد بقائها بفعل غياب الفاعلية وانعدام المساواة وتفشي المعايير المزدوجة. إن الأجيال الشابة حول العالم تطرح استفسارات مشروعة عن جدوى المنظومة الدولية متعددة الأطراف ومردودها على حياة الإنسان المعاصر. هل توفر له الأمن؟ هل تساعده في مواجهة الفقر والجوع؟ هل تحميه من مخاطر تغير المناخ؟ هل تتيح له المعرفة وتعده للتعامل مع آفاق التكنولوجيا المتطورة؟ هل تتدخل لإنقاذه في مواجهة الاحتلال والإرهاب والقتل والتدمير؟ هل تطبق معاييرا واحدة وشفافة
وتكيل بنفس المكيال في جميع القضايا. إذاء هذا وفي ظل ما شهدته تحضيرات قمة المستقبل من أسئلة مشروعة مماثلة وما انتهت إليه القمة من نتائج إيجابية نرحب بها لما مثلته من خطوة صحيحة صوب استعادة حيوية وفاعلية المنظومة الدولية متعددة الأطراف وفي القلب منها الأمم المتحدة. اسمحوا لي أن أطرح عليكم رؤية محددة لاستعادة الثقة والمصداقية ومواجهة المعايير المزدوجة وتصورا للمزيد من تنشيط المنظومة الأممية وتعزيز قدرتها في بناء مستقبل أفضل لشعوبنا، وذلك من خلال 5 مبادئ أساسية. هي: أولا، مع التسليم بأنه لا بديل عن المنظومة الأممية متعددة الأطراف وأن تحديات عالمنا المتشابكة والعابرة للحدود تفوق قدرات أي دولة منفردة أو مجموعة من الدول على مواجهتها، فلا مفر من الاعتراف بأن نزاهة الأمم المتحدة ومن ثم شرعيتها وبقائها باتت على المحك. فالعدوان الإسرائيلي المستمر والغاشم على قطاع غزة لحوالي العام، واستمرار العدوان الحالي على الضفة الغربية، إنما يمثل وصمة عار حقيقية على جبين المجتمع الدولي ومؤسساته العاجزة عن ممارسة الحد الأدنى من الجهد والضغط لوقف هذا العدوان. واحتاج المجتمع الدولي لأشهر طويلة لكي يبدأ في مجرد المطالبة بوقف هذا العدوان الغاشم. وإن كنا ندين بشدة التصعيد الإسرائيلي الخطير والذي لا يعرف حدودا ويجر المنطقة إلى حافة الهوية، فإننا نؤكد رفضنا التام والإدانة الكاملة للعدوان الإسرائيلي الراهن على لبنان الشقيق، والذي يشكل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وسلامته ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي. إن أولويتنا القصوى في الوقت الحالي هي وقف حمام الدم بشكل فوري ودائم وغير مشروط، والوقوف بمنتهى الحسم أمام أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو سياسات الإحلال السكاني، فضلا عن الأهمية البالغة للنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى سكان القطاع المدنيين العزل. ولقد بذلت مصر جهودا مكثفة للوساطة مع أشقائنا في قطر ومع أصدقائنا في الولايات المتحدة، إلا أن إسرائيل حرصت على عرقلة هذه الجهود على مدار عدة أشهر. ونعيد التأكيد على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية يظل هو السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والشامل في المنطقة ويعيد الاستقرار لها وللعالم برمته، وباعتبار أن هذه القضية هي القضية المركزية ولب الصراع في المنطقة. ولا يفوتني هنا الإشادة بالمواقف الشجاعة والمسؤولة للسيد أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة وسائر القيادات الأممية ووكالاتها وعلى رأسها وكالة الأونروا، كما نقدم التعازي في وفاة شهداء الوكالة وشهداء باقي الوكالات الأممية الذين سقطوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي انطلاقا من مسؤوليتهم وواجبهم في الدفاع عن القانون الدولي ووقف آلة القتل والتدمير. ثانيا، شرط المساواة هو التشارك الحقيقي لا الشكلي في صناعة القرار الدولي، فالمشاركة ليست منحة أو تفضلا من بعض الدول
تجاه الأخرى، بل هي أساس وضمانة لاستجابة الجماعة الدولية بشكل كفء للأزمات المتتالية التي تواجه المجتمع الدولي، ولضمان الملكية المشتركة للقرارات الدولية. ومن هنا لا يمكن قبول أن تظل إفريقيا والدول العربية بلا تمثيل دائم بكافة الصلاحيات في مجلس الأمن. وستتمسك مصر بتوافق أزوليني وإعلان سرت لرفع الظلم التاريخي الواقع على قارتنا الإفريقية. ثم إنه لا يمكن الحديث عن المشاركة الحقيقية دون إصلاح جذري في الهيكل المالي العالمي ومؤسسات التمويل الدولية، بما يشمل تطوير سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتوفير التمويل الميسر للدول النامية لدعمها في مواجهة تحديات الأزمات الدولية الراهنة. وأؤكد هنا دعم مصر لنداء السكرتير العام للأمم المتحدة لجعل مؤسساتي بريتون وودز أكثر عدالة وإنصافا لصالح الدول النامية. فلا بديل عن مقاربة شاملة لمعالجة إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية من خلال تعزيز فعالية الآليات القائمة واستحداث آليات جديدة لإدارة مستدامة لديون الدول منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل، فضلا عن التوسع في إبرام اتفاقيات لمبادلة الديون، بما يسهم في تحويل تحدي الديون إلى فرص لتحقيق التنمية المستدامة. ولن تتحقق العدالة الاقتصادية دون إيلاء الأولوية للتنمية في إفريقيا، فدفع عجلة التنمية في إفريقيا هي ضمانة لمنع نشوب النزاعات وتحقيق استدامة السلام. وستسعى مصر من خلال رئاستها الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية وريادة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لموضوعات إعادة الإعمار بعد النزاعات في القارة الإفريقية، إلى دفع عجلة التنمية من أجل تحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي 2063. ثالثا، إن السبيل لتحويل الاختلافات في الموارد بين الدول إلى ميزات نسبية لتحقيق التكامل والبناء والتعاون، بدلا من إذكاء الفوارق وتعميق الهوة بين المجتمعات، هو من خلال تعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء، الأمر الذي يتضح بشكل خاص في مواجهة تغير المناخ وحوكمة الموارد الطبيعية الشحيحة على كوكبنا. إن حجر الأساسي لرفع مستويات التعهدات المناخية يرتبط بصورة مباشرة بشكل وحجم الدعم الدولي من التمويل والقدرات التكنولوجية المتطورة لتنفيذ الإجراءات المناخية على الأصعدة الوطنية، كما أن الملكية الوطنية المشتركة للمشروعات والإجراءات تضمن التوافق بين الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن ألا يكون التحول العادل معيقا للحق في التنمية والقضاء على الفقر. هذا بالتحديد كان جوهر أولوياتنا خلال مؤتمر الدول الأطراف بشرم الشيخ COP27، وهو البوصلة الحاكمة لتحركنا الحثيث للوصول لمخرجات فاعلة وعملية يأتي على رأسها التوصل لاتفاق حول آلية تمويل الخسائر والأضرار ولمعاونة الدول النامية الأكثر عرضة لتغير المناخ. رابعا، إن مبدأ المشاركة والمسؤولية يتلازم حكما مع رفض النهج الأحادي في إدارة قضية الموارد المائية والدولية وتسوية الخلافات التي تنشأ بشأنها، وينطبق ذلك بطبيعة الحال على قضية إدارة المجاري والأنهار المائية الدولية العابرة للحدود، خاصة في ظل ظروف أزمة مائية عالمية تعاني منها بشكل خاص مصر. فمصر دولة كثيفة السكان تحيا في بيئة صحراوية قاحلة، وتعتمد بشكل مطلق
على نهر النيل العظيم للوفاء بمواردها ومتطلباتها المائية المتجددة. ويمثل مبدأ التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة الركن الأساسي في المقاربة المصرية للتوصل لأفضل السبل لإدارة مواردنا المائية المشتركة، وبما يحقق المنفعة للجميع وفقا لقواعد القانون الدولي لتحقيق الاستخدام المنصف والمعقول ودون إحداث ضرر لدول المصب. لقد سعينا وما زلنا لجذب الاستثمارات الدولية للمشروعات التنموية المتسقة مع القانون الدولي بدول حوض النيل، ورغم المساعي المصرية صادقة النوايا أصرت إثيوبيا على تبني سياسة التسويف والتعنت ولي الحقائق ومحاولة فرض أمر واقع بإنشاء وتشغيل السد الأثيوبي بالمخالفة لقواعد القانون الدولي. وبلا اكتراث لأثر هذا السد على حياة الملايين في دولتي المصب في السودان ومصر، وبعد 13 عاما من التفاوض دون جدوى وفي ظل استمرار الإجراءات الإثيوبية الأحادية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وبخاصة اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن لعام 2021، انتهت المفاوضات في ديسمبر 2023، وستستمر مصر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب، محتفظة بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة دفاعا عن مصالح وبقاء الشعب المصري العظيم. فمخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها. خامسا، إن الدور المقدر الذي تحاول الأمم المتحدة القيام به لمواجهة التحديات البازغة في مثل التعاون الرقمي والجريمة والأمن السبراني والذكاء الاصطناعي لا يجب أن ينسينا التحديات المتعلقة بفشل منظومة الأمن الجماعي في ظل عجز منظومة الأمم المتحدة عن القيام بمهمتها الأساسية، بل ومبرر إنشائها حفظ السلم والأمن الدوليين. فقد باتت منظومة الأمن الجماعي بما في ذلك منظومة نزع السلاح ومنع الانتشار النووي في مهب الريح، ولم يعد التلويح المباشر أو الضمني باستخدام السلاح النووي محض خيال آثم، بل شاهدناه كتهديدات مباشرة في الحرب الدائرة والعدوان الدائر على قطاع غزة، ونراه بشكل يومي في سعي الدول النامية النووية في تحديث ترساناتها، والتلميح لإمكانية استخدام السلاح النووي دون اتخاذ خطوات جادة للتوصل لعالم خال من الأسلحة النووية أو تحقيق مبدأ عالمية المعاهدة وإقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقا لمقررات مؤتمر المراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي، وعلى رأسها مقرر الشرق الأوسط لعام 1995. ولا توجد منطقة في العالم أكثر تضررا من الخلل المتنامي في منظومة الأمن الجماعي كإفريقيا والشرق الأوسط، وإنه لمن الملفت والمؤسف في آن واحد أن نرى تزايدا في قرارات مجلس الأمن المعنية بالعمليات الإنسانية بالتوازي مع العجز الفادح للمجلس عن الاطلاع بمسؤولياته في إيقاف مرض النزاعات والاكتفاء بمحاولة علاج الأعراض الإنسانية لها، الأمر الذي وصفه السيد غوتيريش بأن الأمم المتحدة تحولت لجليسة أطفال النزاعات. إن بيئة النزاعات المضطربة المحيطة مباشرة بالدولة المصرية وعلى امتداد نطاقاتنا الاستراتيجية من البحر المتوسط شمالا إلى القرن الإفريقي جنوبا تجعلنا أشد حرصا على تعزيز دور الأمم المتحدة في معالجة جذور تلك النزاعات في عملية تكاملية من حفظ السلام مرورا ببناء السلام ووصولا لاستدامته.
ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال الحفاظ على وحدة الدولة الوطنية وسلامتها الإقليمية ودعم مؤسساتها الوطنية والملكية الوطنية للحلول بعيدا عن التدخلات والإملاءات الخارجية. هذا هو مفتاح المقاربة المصرية لكل أزمات المنطقة، من ليبيا إلى سوريا ومن السودان إلى الصومال. الحل دائما وفي كل هذه الأزمات هو عملية سياسية شاملة تعيد توحيد مؤسسات الدولة الوطنية وتواجه محاولات خلق فراغ سياسي وأمني تملأه الميليشيات الطائفية والسياسية أو تستغله أطراف إقليمية أو دولية أو أطراف من الدول من غير الدول أو من الفاعلين من غير الدول تكون طامعة في مد نفوذها على حساب دول المنطقة وشعوبها. وتؤكد مصر ضرورة دعم عملية سياسية شاملة لحل الأزمة السودانية على أساس احترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية والحفاظ على دور مؤسسات الدولة الوطنية. وتدعم مصر الحل السياسي الليبي وفقا لمبدأ الملكية الوطنية مع أهمية تجاوز المرحلة الانتقالية عن طريق عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتوازي في أقرب وقت ممكن. كما تدعو مصر لتضافر الجهود الدولية من أجل تفعيل بعثة حفظ السلام الإفريقية الجديدة في الصومال اتساقا مع رؤية الشعب والحكومة الصومالية لحفظ أمنه واستقراره. وأؤكد هنا إدانة مصر لكافة الإجراءات الأحادية التي تمس وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه. كما تولي مصر أولوية خاصة لتوفير برامج بناء القدرات في الدول الإفريقية الشقيقة بالتعاون مع الأمم المتحدة عبر أنشطة مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. السيد الرئيس، إن مصر ملتزمة بالعمل الجاد مع جميع شركائنا الإقليميين والدوليين لاستعادة المساواة ومواجهة المعايير المزدوجة والنفاق الدولي وإعادة إحياء المنظومة الأممية وتطبيق سياسة المعايير الواحدة بما يتسق مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة. كما ستستمر مصر في تحمل مسؤولياتها في الاستجابة الإنسانية لتحديات الأزمات التي تعصف بمحيطنا الإقليمي والتي جعلت مصر الدولة الثالثة على مستوى العالم التي تتلقى طلبات اللجوء خلال عام 2023. وإذا كان الشعب المصري الكريم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مستمرا في تحمل النصيب الأكبر من الدعم للأشقاء من الدول العربية والإفريقية والتي تجاوزت 10 مليون لاجئ وضيف يقيمون في مصر، فإن هناك حدودا لا يمكن تجاوزها لما يمكن أن تتحمله مصر من أعباء. ولذا فإن على المجتمع الدولي مسؤولية أكيدة في تقديم الدعم الكامل لسد الفجوات التمويلية وتعبئة الموارد اللازمة لتلبية احتياجات العمليات الإنسانية ومتطلبات اللاجئين من الدول التي تعاني من النزاعات. وختاما، ورغم التحديات التي تفرضها الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة والتفاقم في الزيادة المضطردة في أعداد المهاجرين الوافدين، فإن مصر تخطو بثبات على مسار بناء الإنسان المصري وتنطلق من نتائج الحوار الوطني لدعم منظومة حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر، ليس لإرضاء أي طرف خارجي وإنما استجابة لحقوق وتطلعات الشعب المصري ودور الشباب وتمكين المرأة في مصر. ونؤكد مرة أخرى أننا انتهينا من تطوير أول خطة عمل وطنية حول أجندة المرأة والسلم والأمن، وسنمضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما سنستمر في العمل لبناء السلام وتعزيز الاستقرار في منطقتنا وفي العالم، مستلهمين
قيم حضارة مصرية عظيمة ضاربة الجذور، ضاربة في جذور التاريخ، ومتسلحين بعقول شباب واعد قادر على صنع المستقبل في مصر، وداعين للحفاظ على حرمة الحياة البشرية دون تفرقة بين لون أو جنس أو دين، ومتمسكين بعدالة النظام الدولي متعدد الأطراف. وشكرا جزيلا. مشاهدينا، تابعنا إذن مباشرة من نيويورك كلمة مصر أمام الدورة 79 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي حرص مصر على علاقات دولية مستقرة قائمة على احترام القانون الدولي، وأيضا شدد عبد العاطي على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي اعتبر أنه يمثل وصمة عار حقيقية على المجتمع الدولي، كما اعتبر أن العدوان على لبنان انتهاكا صارخا لسيادته ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي، مؤكدا أن أولوية مصر هي وقف العنف وإراقة الدماء، فضلا عن الأهمية البالغة والنفاذ غير المشروط للمساعدات إلى سكان قطاع غزة العزل. كما أوضح وزير الخارجية أن مصر بذلت جهودا للوساطة، إلا أن إسرائيل حرصت على عرقلة الجهود على مدار عدة أشهر لمنع الوصول إلى تهدئة. كما شدد كذلك على موقف مصر الداعم لضرورة إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. كما أكد وزير الخارجية أيضا على ضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي ومؤسسات التمويل الدولية، بما يشمل تطوير مؤسسات بنوك التنمية متعددة الأطراف لمواجهة الدول النامية على مواجهة الأزمات الدولية. كما أكد كذلك تمسك مصر برفع الظلم التاريخي على إفريقيا في التمثيل العادل لمجلس الأمن. مشاهدينا، وصلنا إلى الختام، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. نشكر لكم طيب المتابعة، تقبلوا تحيات الزميلة سوزان شرارة وأنا هاجر سليمان وفريق العمل، في أمان الله.